وضعت مديرية صحة الحسكة جهاز التصوير الشعاعي في الخدمة بمركز اللؤلؤة المحدث وسط مدينة الحسكة لتقديم خدمة التصوير الشعاعي مجانا للمراجعين والمرضى. قمنا بإصلاح هذا الجهاز ووضعه بالخدمة بحيث أنه يقوم بتصوير كافة الحالات الإسعافية والتي ترتاد المركز الطبي المحدث بكافة الصور الشعاعية سواء للصدر الأطراف الرأس، ويقدم هذه الخدمة طبعا مجانا بدون أي تكلفة. الكادر الطبي موجود دائما والكادر الفني والتمريضي موجود على مدار 24 ساعة. في عندنا جهاز الأشعة نستقبل أي حالة إسعافية سواء كانت أو مرضية، نستقبلها ونقوم بتحويل المريض لجهاز الأشعة وأخذ صورة للوضع اللي يتطلب. الصور الموجودة حاليا صور أطراف كامل مع الجمجمة وصور الأطفال حوض وصدر. مديرية صحة الحسكة وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية أدخلت الجهاز بالخدمة بعد توقف دام عامين، وسيقدم الجهاز خدمة التصوير الشعاعي للمواطنين بشكل مجاني لتخفيف الأعباء المادية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار الصور الشعاعية في المراكز الخاصة. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية، الحسكة.